السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم نتحدث فيه عما قاله الشيخ عبد الرزاق قسوم ردا على الشيخ فركوس. وقبل البدء في الفيديو أرجو الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. رد رئيس جمعية العلماء المسلمين على شيخ السلفية أبو عبد المعز علي فركوس على خلفية طعن زعيم التيار المدخلي في صحة المنهج الذي تسير عليه جمعية العلماء. وجاء في رسالة قسوم: كنت أحسبني أحيا إلى زمن أضطر فيه إلى التردي في هذا الدرك الأسفل من السقوط، وما كنت أدري أيضا أني سأضطر يوما ما إلى سل قلمي من غمده، وقد كان معدا لمنازلة الأعداء والأشرار إلا لأواجه به أخوة كنا نعدهم من الأخيار. وأضاف: فقد كان من المفروض أن تجمعنا بهؤلاء الإخوة سلامة التوحيد وصحة العقيدة وحسن الأداء في الدعوة إلى الله بالمنهجية السديدة وصدق الانتماء إلى السلفية الباديسية الأصيلة الصحيحة الرشيدة. ولكن وندد قسوم مما وصفه الحملة الشرسة التي يشنها البعض باسم السلفية المستوردة على جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، واصفين إياها بشتى الأوصاف دون علم ومسقطين عليها شتى النعوت بغير فهم. وأبرز رئيس جمعية العلماء المسلمين: لقد آلمنا والله ما يقوم به بقايا أتباع المدخلية في الجزائر ضد رمز الوحدة والتوحيد للمرجعية الوطنية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فهم يسلقوننا بألسنة حداد وينبشوننا بأقلام شداد ويجرؤون أتباعهم رغم قتلهم على قلتهم على النيل من علماء الجمعية بوقاحة أبعد ما تكون من أن أدب الرشاد والإرشاد. وتساءل قسوم: ماذا ينقمون من جمعية العلماء غير أنها المؤسسة الوفية والثابتة على منهج ألسنة انحداد السنة الصحيح والدعوة إلى التجديد الشامل الفسيح والإصلاح الواقعي الصريح؟ ووصف قسوم مناوئي الجمعية بالجهل قائلا: غير أن القوم أبانوا عن جهل بفقه الفقه لا نجد له تعليلا، وكشفوا عن مجافات لواقع أمتنا قل أن تجد له مثيلا، وأداروا ظهورهم لمتطلبات الإصلاح في مجتمعنا فاتخذوا لهم غير سبيلها سبيلا. وتوقع قسوم بداية النهاية للتيار المدخلي بعد أن أخرجوا سواد الأمة من أهل السنة والجماعة ليحتكروا ظلما وعدوانا هذا الانتماء، ها هم يعمدون إلى العرق النابض في الأمة والذي ترمز إليه جمعية العلماء فيرمونها بكل نقيصة. وندد قسوم بالأوصاف التي أطلقها بعض المداخل حيث اتهم قادة الجمعية بفلاسفة، وأضاف وقال قائلهم: إن الجمعية على رأسها ماسوني، وتلك شنسنة أعرفها من أخزم، ويمينا برة لا حنث فيها أن هذا هو الجهل الفاضح بعلماء الجمعية وبمصطلح الماسونية. فلو طلب منه التعريف الصحيح بالماسونية لما وسعه تقديم تعريف مقنع، وإنما هو يهرف بما لا يعرف. ولو طلب إليه أن يقدم تعريفا صحيحا لرؤساء الجمعية لما وسعه ذلك. وثالثة الأثافي أن يقول قائلهم: لو دعتني جمعية العلماء لإلقاء محاضرة عندها لما قبلت ويا للرزية. ووجه قسوم قصفا ضد نظاره من التيار المدخلي قائلا: لقد كنا نظن وبعض الظن إثم أن ساحة المعركة التي تجمعنا في العمل الإسلامي هي في داخل وطننا مقاومة الفساد والمفسدين على أكثر من صعيد، وفي الخارج هي قبلتنا الأولى قضية القدس وقضيتنا الأولى قضية فلسطين، ولكن ما راعنا منكم إلا أنكم لا تنبسون ببنت شفا في التصدي للفساد والمفسدين في مقاومة الصهاينة والمتصهينين، وبدل ذلك توجهون ألسنتكم وأقلامكم للذين أنفقوا سوادهم وبياضهم منذ النشأة الأولى للعناية بالقرآن الكريم تعلما وتعليما وفهما وتطبيقا، وذلك أصل التوحيد والعمل على نشر الفهم السديد للسنة الصحيحة تحصينا للذات من الغزو وصونا للعقول من الغلو واللغو. وتساءل قسوم: لماذا لا يضع بعض المخلصين منكم يده في أيدينا لنهدم معا صومعة التضليل باسم السلفية التي يحتكرها بعض قادتهم حتى ولو كانت مستوردة من الجزيرة إلى الجزائر
وفي الجزائر على العكس توجد السلفية الأصيلة كما وضعها ابن باديس، والتي لا تدين في العقيدة إلا بالولاء لله، ولا تعطي البيع في الطاعة إلا لرسول الله، ولا تؤمن بوطنية إلا بوطنية الذود عن الجزائر. فتعالوا نحتكم إذن إلى سلفية ابن باديس التي تزعمون أن جمعية العلماء المسلمين قد حادت عنها وما أخالكم فاعلين. وذكر قسوم بسلفية ابن باديس التي عبر عنها رفيق دربه في الدعوة الإمام محمد البشير الإبراهيمي حين قارن بين السلفية الوهابية والسلفية الجزائرية، حين قال: نحن مالكيون وهم حنبليون، ونحن في الجزائر وهم في الجزيرة، ونحن نعمل في طريق الإصلاح الأقلام وهم يعملون فيها الأقدام، ونحن نعمل في طريق الإصلاح الأقلام وهم يعملون فيها الأقدام، وهم يعملون في الأضرحة المعاول، ونحن نعمل في بانيها المقاول. آثار الإمام الإبراهيمي. وتحدى قسوم الشيخ فركوس بالقدوم إلى جمعية العلماء المسلمين وقيادتها إلى تطبيق سلفية ابن باديس الأصيلة، عوض الطعن في شويخها بدءا بالشيخ ابن باديس وانتهاء بحنفية العابدين.